أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية في العراق هيبة الحلبوسي إن مفاصل وزارة النفط تكتظ بمافيات الفساد الحكومي منذ سنين طويلة. وأوضح الحلبوسي أن الجهات المتغلغلة في وزارة النفط تحول دون فتح ملفات الفساد الإداري والمالي وتمنع إحالة الفاسدين الكبار إلى القضاء لمحاسبتهم. هذا وقالت وزارة الزراعة في العراق أن سياسة إغراق السوق العراقية بالمحاصيل الزراعية المستوردة وبيض المائدة ما تزال متواصلة دون رادع حكومي. وأضافت الوزارة أن إغراق أسواق العراق بهذه المستوردات الممنوعة تسببت بضرر كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي، واستمرار هذه السياسة سيؤدي إلى خسائر مالية للفلاحين وعزوفهم عن مزاولة مهنة الزراعة. هذا وأعلنت هيئة النزاهة في محافظة التأميم أنها ألقت القبض على أحد المتهمين بمخالفته بنود العقد المبرم مع مديرية بلدية مدينة كركوك لإنشاء مشتل في المدينة. من جانبها قالت بلدية كركوك أن المقبوض عليه خالف شروط العقد بإنشائه دعامات إضافية لبناء محلات تجارية ومن ثم تأجيرها، وهذا بحد ذاته مخالف للقانون. هذا وأعلن دائرة صحة محافظة المثنى أن الرقابة الصحية في قضاء الرميفة أتلفت أكثر من 1000 صندوق من مساحيق الغسيل لعدم مطابقتها للمواصفات المختبرية. وذكرت صحة المثنى أن هذه الصناديق أتلفت بإشراف لجنة مشتركة من دائرتي جريمة المنظمة وجمارك المثنى بحضور مالك هذه الشحنة من المواد الفاسدة. هذا وأعلنت سلطة الجمارك في مركز طرابيل الحدودي مع الأردن أنها عدت شحنتين من زيوت المحركات لمخالفتها لشروط الاستيراد. وقالت سلطة الجمارك وإن هاتين الشحنتين لم يرفق معهما الأوراق الرسمية وخالف الضوابط وتعليمات الاستيراد إلى العراق. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.